كنوصلوا في الاحصائيات وغنمشيو عند صديقنا السي محمد الحاجوي. ماذا حضرت لنا اليوم؟ كيف ما تقدم الاستاذ عبد اللطيف وذكر لنا الاهداف المسجله افضل هجوم الى اخره فما ناخذهمش، نمشيو للمنتخبات اللي هي الاكثر على المستوى ديال التمريرات المفتاحيه. المنتخب المغربي كيواصل التصدر ديالو لهذه القائمه ب 19 التمريره المفتاحيه متبوع بالمنتخبات التاليه، فهنا رقم اللي كيوضح بانه كنوصلوا الكره للثلث الاخير من الملعب، فقط خصنا الانهاء يكون بنفس الفعاليه على المستوى ديال التمريرات المفتاحيه. نسبة ديال الأهداف المنتظرة أو المتوقعة، المنتخب المغربي رقم واحد بنسبة ديال 6.23، رقم اللي كبير، خاصنا نستافدوا منه من نفس النقطة اللي كنكررها دائما وهي النجاعة والفعالية. كذلك نمشيو لأكثر المنتخبات اللي ضيعوا فرص حقيقية لتسجيل، المنتخب ديال نيجيريا والمنتخب المغربي كيحتل الرتبة الثانية، وهذا رقم كيبين بأنه كنخلقوا فرص ولكن راه ما عندناش الفعالية امام الشباك ديال الخصوم. نيجيريا 11 محاوله حقيقيه تسجيل ضيعوا، بينما المنتخب المغربي 7 ديال المحاولات، من بعد الجزائر، غينيا، وكذلك المنتخب ديال السنغال. ارقام اخرى على المستوى ديال التسديد، في الجوله الثالثه المنتخب ديال مصر كيتسلق السلم ديال هذه المنتخبات هذو، في الوقت اللي الجوله الاولى والثانيه كانت كونغو الديمقراطيه هي الاولى. المنتخب المصري 56 تسديده مؤطره على المرمى ديال الخصوم، متبوعه بالمنتخب ديال الكوت ديفوار، بعد ذلك المنتخب الوطني المغربي ب 43 تسديده على المرمى ديال الخصوم. المنتخبات اللي لمسوا الكره داخل الصندوق ديال الخصوم، مصر هي الاولى 81 كره وصلت للصندوق واستقبلوها اللاعبين ديال الهجوم ديالهم، كوت ديفوار، نيجيريا، والمنتخب المغربي كيحتل الرتبه الرابعه بنسبه ديال 64 كره. المستوى ديال التمرير، اكثر منتخب ناجح على المستوى ديال التمرير هو المنتخب ديال الجزائر، 1433 تمريره، ولكن المشكله ولو يكون عندك الاستحواذ ويكون عندك التمرير، الا ما عندكش الفعاليه والانهاء بطريقه اللي هي مزيانه، فهذا الشيء كامل كيمشي كضربوا عرض الحائط، في ظل انه الفعاليه والنجاعه هي اللي كتعطيك فرص التسجيل. فحتى المنتخب ديال غينيا الاستوائيه اللي هو رقم واحد حاليا على المستوى ديال التهديف في البطوله، ما كاينش متواجدش مع المنتخبات اللي كتلعب على الاستحواذ، فالاستحواذ شيء والفعاليه باش تاخذ النقاط ديال المباراه شيء اخر، وهو الاهم من طبيعه الحال. المنتخب المغربي كيتواجد في الرتبه الرابعه. اكثر المنتخبات ضيعات الكرات من خلال البناء والعمليه ديال الاستحواذ هو المنتخب ديال ناميبيا، متبوع بالمنتخب ديال جنوب افريقيا اللي هو الخصم ديالنا في المباراه القادمه، بمعنى انه هاد المنتخبات اكثر منتخبات في المصطلح ديال الكره كيديروا الديشي في الوجوه، كيضيعوا كواري. فهاد النقطه إذا كان جنوب إفريقيا بنفس الأسلوب حتى معنا، ففرصة على أنه الاسترجاع ديال الكرة والامتلاك ديالنا للكرة غادي يكون أفضل من المنتخب ديال جنوب إفريقيا، في ظل أنهم كيضيعوا بزاف ديال الكرات على المستوى ديال البناء. آخر منتخب ضيع كواري بالنسبة اللي قليلة بزاف هو المنتخب المغربي، 224 كرة اللي ضيعنا وحنا الرتبة 24، وهذا كيبين مدى الجودة المهارية ديال اللاعبين ديالنا خاصة على المستوى ديال التمرير، فرقم اللي مطمئن ورقم اللي مزيان. نمشيو الفرديا، اكثر لاعبين صناعه للفرص، اشرف حكيمي رقم واحد، 10 ديال الفرص فهو صنع للمنتخب المغربي فقط، تسجيل ما كانش كيكون بنفس الفعاليه، متبوع باللاعب نكودو اللاعب ديال الكاميرون مناصفه مع حكيمي ب 10 ديال الكرات، وحكيم زياش متواجد في اللائحه ديال 10 اللاعبين الافضل بنسبه ديال 6 ديال الكرات. نمشيو النقطة اللي كتعلق بالمنتخبات اللي عندها نسب ديال التسديدات مؤطرة على المرمى ديال الخصوم في المجموع ديال المباريات اللي لعبنا، المنتخب المغربي هو الأول بنسبة ديال 6، وهذا رقم كيوضح بأنه عندنا تسديدات مؤطرة، ولكن ربما القرار والمنطقة اللي كنسددوا منها ما كتخليش لينا أنها تكون عندنا بالمقابل الأهداف وناخذوها عن طريق التسديدات اللي كيكونوا عندنا في المباريات. نعم. ورقم الآخر أو التشكيلة والمعطى اللي كيتعلق بالكاف من اللي سالت الجوله الاولى والثانيه والثالثه والدور الاول، اعطاونا خلاصه ديال احسن 11 لاعب اللي ممكن انهم يكونوا هما افضل 11 لاعب في هذا الدور الاول. التشكيله كتضم 4 ديال اللاعبين من المنتخب المغربي، وهذا رقم اللي مزيان كبير صراحه، يعني 4 لاعبين اللي فيهم اكرد ومرابط وناحي وايضا حكيمي، ومنتخب السنغالي بدوره كان منتخب قوي. ربما منتخب السنغالي اللي تأهل بالعلامة الكاملة هو المنتخب الوحيد فيه 3 لاعبين وفيهم اللاعب لامين كامارا اللي كان سجل ثنائية في أول لقاء للمنتخب السنغالي.